طب نفسك ياسر محمد سعيد. استاذ ياسر انت بتحب التمثيل؟ بحبه طبعا. طيب عموما انت طويل ودي فرصه تعمل قماشتك واسعه عريضه. انت متر وكام؟ متر و90 سنتي. طب شوف بقى هتكلف قماش قد ايه يعني ما شاء الله. اعمل لنا كده اي مشهد. اعمل مشهد شاويش. يلا اتفضل. تمام يا فندم. في ايه يا شاويش؟ القوة جاهزة للانتشار يا فندم. القوة تنتشر يعني؟ القوة جاهزة للانتشار يا فندم. طيب لليمين دور. ده اليمين حضرتك؟ حلو قوي. ارجع. انا عايزك دلوقتي تحس بان انت يتيم من غير كلام بقى، اشوف رياكشنات وشك. يلا. انا عايزك تحس بان انت كان ليك توأم ومات. توأم اخوك على فكرة، مش ولدين يعني. انت ليك اخ توأم ومات، بس مات من ساعة ما اتولد يعني. وشوف انت بقى عندك كام سنة دلوقتي؟ 35. طيب تفضل. يعني تخيل مات من 35 سنة ولسه فاكره. تفضل. رغم ان انت ما شفتوش ولا تفتكره اساسا. برافو. انا عايزك تحس ان انت في مرجيحه. عايزك تحس ان انت ورقه على الموجه بتاعه البحر. عايزك تحس ان انت غرقان وبتتعلق في قشه. فين القشه بقى؟ اتعلق في القشه. ايوه كويس.